نادين لبكي مساء الخير، ليش عم بتدمعي؟ يعني عم بيقولوا لي المخرج اخذك بكادر عم تبكي، ليش؟ ليش اقولك؟ شو اللي فسرت كل شيء وحكيت كل شيء، كل انسان واقف مع الحق ما في غير ما الا ما يدمع ويحس. نادين لبكي بتكون عايش ببلد يعني ربع الشعب عايش تحت خط الفقر، لما تكون عايش ببلد في ناس بعد هلا عايشة ببيوت تنك، المجرور مارق ببيتها، لما بتشتت الدنيا بيفوت البيت وبيموت الولد لانه في شريط كهرباء مدندل وهو كان ماشي حافي، لما في 60,000 طفل لبناني ولد لبناني هلا بسوق العمل بلبنان عم بيشتغلوا مش قادرين يفوتوا على المدارس، لانه حتى بالمدرسه الرسميه بدك تدفع الاوتوكار وبدك تدفع القرطاسيه وبدك تدفع التياب، لما تكون عايش ببلد في ناس مش قادره تسجل ولاده اولادها لانه بتكلف 100,000 ليره، كيف ما بدك تكون واقف مع الحق؟ كيف ما بدك تكون واقف مع مطالب الناس؟ يعني مش عم بفهم انا كيف بعد في ناس، وين كرامتهم؟ وين كرامتهم هالناس اللي قاعدة بالسلطة اللي شايفة مليونين إنسان واقف بالطريق بيقلها ما بدنا ياكن بقى؟ وين الكرامة؟ كيف قادرين يناموا بالليل؟ مش عم بعرف.